بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنقضي يوم جديد بين يدي رسول الله، هنشوف النبي عن قرب. تخيل نفسك النهاردة جوه المسجد النبوي جنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حاضر معاه يومه. اليوم النهاردة كله إنسانية، إنسانية محتاجينها في بيوتنا، في شغلنا، في الشارع وإحنا ماشيين وسط بعض. اللي حصل إن كان في سيدة عجوز شديدة السمار، بسيطة جدا رقيقة الحال، بتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجي في وقت وانقطعت السيدة عن المسجد، وكان النبي في غزوة رجع سأل عليها، فقال أحد الصحابة ماتت يا رسول الله. فالنبي قال لهم بزعل شديد، أفلا آذنتموني؟ مش تعرفوني إن هي ما بقتش موجودة، إن هي راحت عند رب العالمين؟ فواحد قال للنبي يعني دي قصتها، إن هي ست بسيطة، وهو بيحكي كده حقر من شأنها، يعني عايز يقول للنبي انت مزعل نفسك على ايه يا رسول الله؟ فإذا بالنبي ينظر لهم نظرة، هو يعني ماشي، دلوني على قبرها. النبي مش عاجبه كلامهم خالص، انتوا بتقولوا ايه على الست العظيمة دي؟ فراح النبي عند قبرها وصلى عليها وفضل واقف عندها شوية. النبي الحقيقة انه كان بيشوف الناس، مش بيشوفهم يعني بيشوفهم بعينيه، لا، بيحس بوجودهم، بيديهم اهتمام في كل تصرفاته، بيقول اللي قدامه أنا شايفك، أنا حاسس بيك، أنت ليك قيمة كبيرة، أنت غالي. وده كان تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع البسيط قبل أي حد تاني. ما هو سر اهتمام النبي صلوات الله وسلامه عليه بما يسميهم البعض البسطاء، يعني الذين ليس من أعيان البلاد، الخلق كلهم عيال الله؟ هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس، ينظر إليهم بنظرة من آذى ذميا فقد آذاني، يعني أن النسبة واحدة بين الخلق. الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى الناس فرأى أنهم كلهم عبيد لرب الناس، فرأى علاقتهم ونسبتهم بالله، أي كلهم عباد الله، خلق الله، أي بعد كل كلمة تجد الله الله الله، فالمعظم في كل ذلك هو الله. فعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما رأى، لأنه رأى الله في كل شيء، رأى الله في أولئك البسطاء. إن حلى للبعض أن يصفهم بالبسطاء فإنهم منسوبون لأعظم عظيم وهو الله. فلما رأى رسول الله ذلك فيهم من تلك النسبة العظيمة عظمهم واهتم بشأنهم، وهذا هو اهتمامه بكل أحد، وهذا هو سر اهتمامه بكل أحد، اهتمامه بالصغير وبالكبير، بالغني وبالفقير، بأهل الصفة وبسيدنا عثمان بن عفان، بكل أحد صلى الله عليه وآله وسلم. النبي النهاردة بيحط منهجية واضحة للتعامل مع الناس البسيطة، الناس اللي بتخدمنا في حياتنا، الناس اللي شايلانا على كفوف الراحة. أولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بيظهر لهم الاهتمام الشديد. وعلى فكرة يا جماعة، الاهتمام مش انك تديلهم فلوس، مش ده الاهتمام اللي يكفيهم، هم عايزين يشعروا بأدميتهم، يشعروا انك بتحبهم وبتخاف عليه، وانك حاسس انه لحم ودم مش آلة شغالة، يعني بجانب الشغل في علاقة بجد بينك وبينه. يوم ما يغيب الرجل البسيط من الشغل تكلمه وتسأل عليه، لو عيان تطمن على صحته وتروح معاه للدكتور، لو عنده مناسبة تحضرها، لما توقف في إشارة كده وتضحك في وش عسكري مرور اللي واقف، دي كبيرة قوي عند النبي وكبيرة قوي عند ربنا. النبي لما جه يطلب طلب لنفسه طلب مننا طلب واضح، قال ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. النبي عايز يقول الناس دي ليها مقام غالي جدا، بس انت راعيهم. النقطة التانية في منهجية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي بيقولك اوعى تستقل بيهم، اوعى تستقل بدورهم في حياتك. ليه يا صديق عنده شركة، لما تروح شركته تلاقي الراجل الطيب الأوفيس بوي اللي بينظف المكان تشعر وكأنه هو صاحب المكان، هو راجل جدع جدا ومجتهد ومخلص، صاحبي مديله وضعه جدا لدرجة ان الناس مسمياه المدير العام. صاحبي بيقول لي ده حقه عليا انه ياخد وضعه، راجل شايلنا وبيخدمنا. طبعا الراجل هو راجل محترم وعنده فهم
ولا يسيء استخدام الوضع اللي هو واخده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول سيد القوم خادمهم، اللي بيخدم الناس ده هو سيدهم لأنه ليه فضل عليهم، فلازم نشعر الناس دول بأهميتهم وبمكانتهم بينا وما نستقلش عملهم خالص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حس إن الصحابي بيقلل من مكان الست اللي بتنظف المسجد، كان رد النبي عليه دي مكانها غالي قوي. سيدنا عمر بيقول من استذل مؤمنا أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. اللي هيعمل كده، ده قول سيدنا عمر، هيتفضح. هو ده تخيله، اللي هيجي على عباد رب العالمين البسطاء أو هينظر لهم بس بينه وبين نفسه نظرة كده يعني فيها عدم تقدير، فيها أنه هو مستقل بيهم، هيتفضح يوم القيامة. وعلى فكرة الاستقلال بالبسطاء بينتج عنه ضرر عام. يعني إيه؟ عارف لما بلد عارف قوم لوط مثلا لما خسف بيهم الأرض عشان هما بيعملوا معصية الفلانية؟ النبي بيحذرنا من الاستقلال بالناس البسيطة. النبي بيقول لا قدسة أمة لا يعطى الضعيف فيها حقه غير متعتع. الناس مش مهتمية بيه كده، الناس مش مدياله وضعه ومقامه. النبي كمان، ودي النقطة الثالثة في المنهجية، ان النبي كان حريص جدا على الوفاء للسيدة العجوز البسيطة لحد آخر وقت، حتى بعد موتها. وحنقف هنا وقفة مع نفسنا، لو عايز تقيس إنسانيتك بجد وتعرف الإنسان اللي جواك لسه حي، المعاني الربانية اللي ربنا ادهلك لسه موجودة، قيس نفسك على الوفاء للبسطاء. بعد ما تنتهي علاقتك بيهم ما بقاش في منفعة، صفر منفعة، انت مش محتاجهم في حاجة، هترعيهم وهتكبر بخاطرهم وهتروح لحد عندهم وهتهتم بيهم، ولا خلاص هو فايل واتقفل من حياتك؟ وقتها تعرف انت لسه انسانيتك حية ولا لا. النبي راح عند قبرها بعد ما ماتت، هي حاسة بحاجة؟ هي في عالم تاني. لكن النبي بيعلم كل واحد فينا درس في الوفاء، في تعامله مع الناس البسيطة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول ألا أخبركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبأ به، يعني محدش حاسس به، ولو أقسم على الله لأبره. لكن ده مكانه عند ربنا غالي جدا، لكن ده كلمته عند ربنا مسموعة، لكن ده ليه مقام عند رب العالمين. النبي كان بيتعامل مع الناس دي من موقع المسؤولية، أنا مسؤول عن جبر خاطرهم، زي ما هما بيشتغلوا معايا وعليهم مسؤولية، أنا مسؤول إن أنا حسسه بقيمته، أنا مسؤول إن أنا حسسه بأدميته قد إيه هو غالي. النبي نفذ هذه المنهجية في ثلاث خطوات: اهتم بيهم جدا، اوعى تستقل بيهم وبدورهم، الوفاء رغم عدم الاحتياج. الحياة مع رسول الله نقلة في الإنسانية، تشوف البشر من منظور مختلف، تعرف ان قيمة الناس وزنهم غالي اتقل بكتير مما كان الواحد متخيل. عايزين نشكر النبي على المنهجية النبوية اللي بنتعلمها كل يوم، وعلى الرحلة اللي احنا ماشيين فيها مع رسول الله، فعلا الواحد مستمتع. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رسالتي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اني بعتذر له على كل موقف عدى كنت مش بشرف فيه حضرتك بسبب ذنب كنت بعمله او بسبب حاجه كنت مفروض اعملها وما عملتهاش. وعايز اقول لحضرتك ان احلى لحظات حياتي بتكون لما ببقى في مكان سيره حضرتك بتذكر، وبنقول بسمع فيها كلام حضرتك قلته لاهلك ولاصحابك والمواقف حضرتك عشتها معاهم فيها. مش مستوعب ازاي حضرتك قلت لاصحابك انك مشتاق لاخوانك اللي هم ناس هيجوا بعديك وما شافوش حضرتك لكن بيحبوك. وانا كل املي في ربنا اني بحب حضرتك وبحب اهلك وكل اصحابك، بحب اي حد بيفكرني بحضرتك، ومستني اليوم اللي هعيش فيه مع حضرتك في الجنه ان شاء الله.